اليوم الحمد لله كان احتفلوا باليوم العالمي لمحاربة ومكافحة المخدرات، ويعني مجموعة ديال الأسر ضحايا الإدمان والمدمنين يعني توافدوا علينا اليوم الحمد لله لهذا المركز هذا، على أساس أننا غادي نوزعوا عليهم واحد المجموعة ديال شواهد تقديرية وجوائز، لأن الحمد لله يعني ما يزيد عن 24 سنة والجمعية كتشتغل في هذا الحقل ديال آفة التعاطي المخدرات، والحمد لله يعني الجمعية حققت واحد النتائج إيجابية محضة، يعني ما يزيد عن 12,000 زيادة ديال الشباب والشابات اللي تعالجوا عندنا. هذه إن دل على شيء فإنما يدل على التضحية الجسام اللي كيقوم بها يعني هذا الستاف ديال الجمعية، بما فيهم الأطباء طب الإدمان، بما فيهم أطباء نفسانيين كلينيكيين، بما فيهم المساعدين الاجتماعيين داخل هذه الجمعية، وبما فيهم أنا شخصيا اللي الحمد لله الجميل في الأمر هو أن هاد أسر الضحايا اللي كيجيو عندنا وهما عندهم واحد الرغبة أكيدة، لا الأباء ولا الأمهات ولا الوليدات ديالهم اللي باغيين يتعالجوا. ويعني الحمد لله خرجنا بواحد الشعار اللي هو ما تغمضوش عويناتكم على وليداتكم. هذه رسالة بطبيعة الحال يعني موجهة للأباء والأمهات باش يحاولوا ما أمكن يتواصلوا، لأن كاين ما يسمى بلغة التواصل فيما بين الأباء والأمهات مع وليداتهم. إلا ما كانش داك التواصل راه ما كاين حتى شي معنى. تقريبا شحال من حالة الإدمان كتجي عندكم في السنة؟ هو في بالنسبة غير الأسبوع الواحد راه كيجي تقريبا واحد 13 لواحد 14 الحالة ديال الإدمان. إذا 13 راه غادي نضربوها في خلال يعني 12 شهر، راه واحد الكم هائل للأسف وللحسرة، وخصوصا الفئة ديال البنات. فئة ديال البنات اللي ولاو دابا مؤخرا كيتعاطاو الظاهرة ديال مخدر البوفا، والغريب في الأمر هذا المخدر ديال التامبر اللي ولا متفشي بواحد الطريقة يعني بشعة للأسف وللحسرة. لأن احنا دائما الشعار ديالنا ما هو؟ هو ليماج ديال المملكة المغربية الشريفة. لأن هاد الوليدات هادو أنا شخصيا كنشوفهم مساكين، هم لا حول لهم ولا قوة. علاش؟ لأنهم باقين في مقتبل العمر وكيشوفوا شي حاجة وكيبغيو يجربوها. ألور من كيبغي يجرب الإنسان باقي صغير وكيبغي يجرب شي حاجة، راه غادي يطيح في لاماغد، غادي يطيح في واحد المشكل كبير، يا إما يخرج منه بسلام يا إما غادي يمشي للقبر، أو لا غادي يوقع له خلل عقلي ويولي هبيل ويدور في الزناقي. احنا بالعكس، احنا كنطمحوا لواحد المجتمع، واحد الشباب اللي يعني في المستقبل القريب بغينا واحد الشباب اللي تبارك الله وصل عنبي بريون كيمثلوا المملكة المغربية الشريفة. ما بغيناهمش يمشيو في هذا البراتين ديال آفة التعاطي المخدرات، لان المخدرات كما كتعرفوا راه ضياع وألم، ضياع ديال العقل وضياع ديال الجيب، الفلوس يضيعوا وتضيع حياتك وتضيع مستقبلك وتضيع الأسرة ديالك، والله يحسن الأعوان. الوالدين دابا أنا بصدق وبأمانة يعني ما يزيد على تجربة ديال 23 سنة، أنا كنشوف هاد الوالدين مساكين محنين مع وليداتهم واحد الدرجة ما كتصورش على الحسبان، يعني كيضحي بالغالي والنفيس باش داك الوليد ديالو ولا البنية يعني تكون مزيان. وهذه رسالة كنوجهها كذلك ومثال للآباء والأمهات، يعني باش يتهلاو في وليداتهم. ماشي ولدي راه مزيان ينجح يجيب نقطة زوينة غدا من غدا بلاوه أصدقاء السوء، صافي نميك على ولدي ولا نضربو ولا نضربها ولا نهجرهم. لا بالعكس، في حالة ما إلا تبلا ولدك أو لا بنتك عاد تما كون سيدي ومولاي، عاد تما كون إلى اللوم ولاتي، شمر على ساعديك وتهلف ولدك، لأن الطنك ولدتيه راه مشروع هذاك، راه ماشي غي تجوج ولدو لوح الشارع العام. ودابا أنا اللي كيجيب لي الضحك أكثر هو هاد الأمهات والهباء، بعض الأمهات والأباء كيقول لك الدولة كل شيء كيمسح في الدولة. لا سيدي، أنت اللي فرطي، أنت فرطي، إذا ما دمت أنك فرطي وما تغمضش عويناتك على وليداتك، راه وليداتك هذوك راه الكبده. حذاري ثم حذاري، تواصلوا مع وليداتكم ويكون ما يسمى بالحب، لان هذا المصطلح ديال الحب للاسف قليل الا من رحم ربك. بعض الاسر المغربيه يعني ما كنلمسوش فيها هذه المساله هذه ديال ان كتعامل مع ولدها ولا بنتها بذاك الحب وبذاك ذاك 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 العطف وذاك الحنان وذاك الدفء العائلي، قليل إلا من رحم ربك. ولهذا الرسالة اللي كنوجهها اليوم بمناسبة اليوم العالمي لمحاربة المخدرات، بطبيعة الحال كيكون هذا اليوم يعني 26 يونيو. الحمد لله احنا بهذا المركز هذا بحكم الخبرة ديالنا والتجربة ديالنا المريرة
كنقولوا لهاد الامهات هاد اسر الضحايا الادمان والمدمنين انهم يبعدوا من هذا الشيء ماشي في صالحهم ويعيشوا حياه كريمه وترونكيل وطبيعيه حتى يديموا الامانه امانته.